دام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. أتي وأنحني قدام الغالي، أتي وأنحني قدام الغالي، أنا الفاخر سواء الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ننحني كلنا في محضر ملك الملوك ورب الأرباب. اللي بالحب جامعنا حواليه أب طيب وحنين، أب طيب وحنين، كلنا نصلي ونطلب بإيمان اوجدني في محضرك، اوجدني في محضرك وافتح عيون إيماني أشوفك واتمتع برؤياك. حاضر ليبارك، حاضر ليشفي، حاضر عشان يغني ويستجيب كل طلبة. سر البركة في وسطينا كرامة ومجد ليك. افتح عيون إيماننا نشوفك ونتمتع برؤياك، افتح عيون إيماننا نشوفك ونتمتع برؤياك. اصنع بنا معجزات يا رب، محتاجين لك، محتاجين لك. محتاجين لك. ملا شيرك وما فيش زيك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مترحم بينا، مرحب بكل أحد فينا، كل نفس من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، بيحب كل أحد محبة أبدية، محبة لا ليها طول ولا عرض ولا علو ولا عمق، محبة فائقة المعرفة. كرامة ومجد ليك، ادينا نحبك من نوع حبك ونحبك على قد ما تقدر. يا روح الله أبعت معاك رسالة لحبيبي ومخلص وفادية، قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر.
ياللي بتسند القلوب، تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي. هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته وحده نصيبي. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر. هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته وحده نصيبي. مليش غيرك ولا عايز شي في الدنيا غيرك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، ولكني دائما معك. أمس أكتب يد اليمنى، ولكني دائما معك. أمس أكتب يد اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. يا روح الله إلهب قلوبنا، كل السجود بين يديك، تأثير سماوي في كل قلب، لمسة شافية، لمسة نعمة لكل نفس ساجدة بين يديك. الكل في انتظارك، في انتظار نعمتك وبركتك، كرامة ومجد ليك. أعلن ذاتك لكل نفس ساجدة بين يديك، أعلن ذاتك لكل نفس ساجدة بين يديك، أعلن ذاتك لكل نفس ساجدة بين يديك، واصنع بينا معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات، اصنع بينا معجزات. كان الرب يؤيد الكلام بالآيات التابعة، بالآيات التابعة. اعلن ذاتك يا رب لكل نفس ساجدة بين يديك.
اعلن ذاتك بالبركات اللي توزعها على كل الرؤوس الساجدة بين يديك. فرح كل نفس، طيب خاطر كل نفس ساجدة بين ايديك. اصنع معانا النهاردة عجبا يا رب. يا كريم في العطاء وسخي في التوزيع، فيض على كل نفس يا رب، فيض عليك. فرح كل حزين، فرح كل حزين، اشفي المرضى يا رب، كل اللي بيطلبوك في ضعفنا اشفيهم، اشفي المرضى يا رب، انت عارف الاسماء. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك. اقم كثيرين من موت الخطيه، واعطي للكل حياه. أعلن ذاتك ومجدك يا رب، لكل السجود بين يديك، لكل السجود بين يديك. فرح كل نفس ساجدة بين إيديك يا رب، اصنع عجبا فيما بيننا. يا طيب يا حنين، استجيب كل طلبة يا رب. مد يدك، أمر بالبركة، أمر بالبركة يا رب، أمر بالبركة. ما تخليش جلستنا عادية، لأنك أنت في الوسط، الملك في الوسط، يبقى الجلسة مش عادية، يبقى لابد يتم فيها آيات ومعجزات، كرامة ومجد ليك، واصنع بينا معجزات. أعطي لاسمك مجدا، أعطي لاسمك مجدا. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوّانا من شهدك، ونشوفك في وسطنا ودوّانا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك، بلش غيرك، رفيق الطريق، السند الواحد، السند الواحد. ليس مثلك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. خدنا على جبل عالي، ادينا آذان صاغية، خلينا نخبي كلامك ونعمل بيه ونعيش الكلمة، ونعيش الكلمة.
ونحفظ الوصايا ونحبك من كل القلب، نحبك من كل القلب. بنا شهيرك ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن نفسي، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي تفرج عني. بنشكرك لأنك على الدوام بتعظم الصنيع معنا وبتفرحنا، ودلوقتي أقول لك عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين، جلستنا بين يديك وعبدك بين يديك، إناء فارغ ينتظر ملء سماوي، ينتظر ملء سماوي ونطق الروح القدس لأتعلم وأنت بذاتك تعلم على لساني. استلمني كإناء وأعلن ذاتك فيا وبيا، أعلن ذاتك فيا وبيا، واقبل شكر قلوبنا لأنك سمعت وأمرت بالبركة. خريستوس أنيستي، أنيسوس أنيستي، المسيح قام. قولوا معايا بالحقيقة إيه؟ قام. كل سنة وانتم طيبين. بركة كبيرة ان احنا نعيش التذكارات المجيدة والعظيمة بقيامة السيد له كل المجد. وبالمناسبة دي هقول كلمتين صغيرين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة قيامة السيد المسيح له كل المجد، أنا طبعا هتكلم بنعمة ربنا إن عشنا يوم الجمعة، إنما النهاردة هقول حاجة بسيطة خالص، لأن إحنا بناخد كلمتين للمنفعة النهاردة مش للوعظ. يعني عماد كرازتنا وسر إيماننا المسيح القائم من بين الأموات. ولو لم يكن المسيح قد قام فإيماننا باطل وكرازتنا باطلة. هيبقى احنا بنقول قصة على إنسان ظهر في الدنيا وروح زي أي إنسان، لكن ده صحيح جلنا في صورة الناس وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، لكن في نهاية المشوار أعلن بقى مجده
وسلطانه ولاهوته، وان هو الاله الظاهر بسر عجيب في الجسد، وان هو ما كانش انسان عادي. صح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئه وحدها، لكن دي عشان يتمم مهمه. ايه المهمه يا رب؟ اني حيشيل شيلتنا، يشيل شيلتنا وياخد مكاننا. الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا. الذي لم يعرف، مش لم يعمل خطيه، لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا. جه عشان يقف مكانك ومكاني. الذي لم يعرف خطية وقف في مكان المدان، المدان ويتنفس فيه الحكم ويتعلق على الخشبة، لكن على الخشبة يعلن مجده، يعلن مجده. وأقول الحتة دي، يعلن مجده هو كإنسان في الأنفاس الأخيرة على الخشبة. لكن نبص نلاقي واحد من الاثنين المصلوبين يقول له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يرد عليه ويقول له: اليوم تكون معي في الفردوس. انت مين؟ اذكرني متى جئت في ملكوتك. انت الملك. ده ايمان اللص. اليوم تكون معي في الفردوس لاني انا الله. واقول حتة صغيرة لفتت انتباهي جدا. يوم شم النسيم كنا في جلسة هادية كده وبنتأمل، كلنا الكبير والصغير، كلنا شبان وشابات ورجال وسيدات، مجموعة محدودة بنتأمل. وبعدين بنتنا المبروكة اللي اسمها كاسة، يمكن سنها بتاع 18 سنة ولا سنها قد ايه يعني. الحقيقة قال التأمل، فأنا قلت لهم اكتبوا لي التأمل ده لأنه عجبني جدا وعزاني جدا. بتقول ايه في التأمل؟ شوفوا فرق كبير بين إنسان يعيش التذكارات دي كأنها واجب وعوايد ويطلع من غير حاجة، لكن الأخت والابنة المبروكة جدا دي بتقول انا قد ايه بتاثر لما بنهتف يوم الجمعه العظيمه واقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وبعدين حودت على اللص ده وقالت شوف لغايه اخر لحظه من عمره والرب فاتح حضانه ويقبله، وده اعلان حب المسيح العجيب انه بينتظرنا لاخر لحظة. يا سلام، قد ايه انبسطت من التأمل وتعزيت جدا خليتهم كتبوا لي التأمل. واحدة ابنة مباركة شابة صغيرة، انا ما اقول الكلمتين دول لي عشان الفت انتباه كل احد على ان بيوتنا لابد تكون بيوت مسيحية. البنت دي استلمت من اب وام، طلعت في بيئه مؤمنه، كلنا مسيحيين لكن مش كلنا مؤمنين. يعني ايه مش كلنا مؤمنين؟ ياما مسيحيين عايشين تايهين في الدنيا بالاسم مسيحيين، لكن شوفوا التربيه وصلت لغايه فين والتسليم وصل لغايه فين. حاجه تفرح. ارجع واقول مات ليحيينا، مات ليحيينا، ليقيمنا، ليقيمنا من قبور خطايانا. مات ليحيينا. يا سلام
على الترنيم يقول العدو كان فاكر انه ده انسان، التراب يضمه كان يا مكان، لكن غاب عنه وعن العميان انه الكلمه الازلي وفوق الزمان. يا سلام. خريستوس أنستي، المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام، خريستوس أنستي المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام. العدو كان فاكر انه ده انسان، التراب يضمه كان يا مكان، لكن غاب عنه وعن العميان انه الكلمة الازلي وفوق الزمان. خريستوس انستي المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. طبعا يمكن هتكلم الكلام ده بالتفصيل إن شاء الرب وعشنا، لكن القيامة وإن كان تذكار بنعمله كل سنة ونعيشه كل سنة، لكن عايز أكد وأقول إن القيامة حياة. قيامة حياة يعني إيه؟ نعم تذكار وتاريخ وحصل، لكن بالنسبة لي أنا وبالنسبة لك وبالنسبة لك، أقامنا معه كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ممكن أغني وأقول المسيح قام وأنا عايش القيامة. شوفوا من يوم ما تعمدنا دفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. احنا دفننا معاه بالمعمودية للموت، متنا معه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. الله، أنا مش عايز أطول في الكلام من الكلام حلو، لكن هعدي تاني على الحتة دي. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، حاجة فوق تصور العقل. لنا حياة واحنا مش هنا، واحنا مش هنا. أجلسنا معه، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. واحنا جالسين معاه، ودي بركات القيامة، انه الانسان اللي عايش القيامة رجليه ماشية على الارض لكن قلبه وفكره واماله كلها في السماء، وانا فكري في السماء. مش عايز اطول واكتفي بالمقدار ده، وكل سنة وانتم طيبين، وخريستوس أنستي المسيح قام. عندكم تليفونات؟ نعم. نعم
معانا عبد المسيح من هنا. ايوه يا عبد، عبد المسيح ممكن تكون مكانك؟ فين عبد المسيح؟ من جنة. ايوه يا عبد المسيح. مين معايا؟ عبد المسيح، ابونا مكاري معايا ولا مين معايا؟ انا معاك يا حبيبي. مين معايا؟ ايه ده؟ ينتهرك الرب يا عدو الخير يا عبد المسيح. اتقطع الارسال. نعم، معنا ألفة من هنا. أيوة يا ألفة. ألفة من هنا، تفضل يا ألفة. ايوه يا ألفة. لينتهر رب يا عدو الخير. حارب واعمل جهدك وصوي بالسهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. وأنت من حولي مطمئن نفسي، أغني نصيري ورافع راسي، ورافع راسي. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. أيوة، مين؟ ايوه مين؟ ايه ده؟ لينتهرك الرب يا عدو الخير. إله السلام، سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعم. ألو؟ أيوة مين معايا؟ ألفت معاك يا أبويا. ألفت هنا، تفضلي يا ألفت. كل عام وأنت بخير يا أبويا. وأنت طيبة يا بنتي. بشكر ربنا هو خلينا الحمد لله خف حالي.
صوت واطي. ألو، أنا عارف إنه عشان الصفارة دي. أيوه قولي تاني بس علي صوتك يا ألفة. حاضر يا أبويا. علي صوتك. الو، انا بشهد عمل الرب يا ابويا. اتصلت على جثتك من فتره، صلي من اجل شخص والحمد لله هو خف حاليا خالص، نشكر ربنا. امين امين. امين يا ابويا. مستجد جثتك يا ابويا تصلي من اجلي، تعبانه شويه يعني. مستجد جثتك تصلي من اجل ربنا يشفيني يا ابويا. اصلي حاضر. وعلاقتك بالمسيح يا ألفت؟ هي النقطة دي متصلة مخصوص عشان نعم تشجعني وتديني كلمة منفعة. متصلة مخصوص عشان موضوع ان كنت تديني كلمة منفعة امشي بيها مع ربنا على طول. انت عايشة مع المسيح؟ مش على طول يا ابويا، هو محاربات عدو الخير دايما بتحاربني، كل بصلي لكن محاربات يعني. انت واقفه بتصلي كده كده ما بتوصلش القضيه، كده كده احنا بنمشي في القضيه، بنكتب بنحلف بنشتم. لا يا بنتي، لا 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 لا، بنحلف بنشتم بنكذب. طب ما عرفتيش مثلا يقول جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، ايوه يا ابويا. ولا شتامون يرثون ملكوت الله. ايوه يا ابويا. نتوب يا ألفت، نتوب دلوقتي من قلبنا. ايه رأيك؟ كلمي المسيح تقولي له ايه؟ الله. والرب سمع واستجاب، وانت من النهارده انسانه بدأت حياه توبه. استمري، ما ترجعيش تاني. امين. امين يا بنتي، نصلي ربنا يفرح قلبك. امين. ان شاء الله يا ابو. ايوه تفضل. ايوه معانا سماح من عين شمس. ايوه يا سماح. الو. ايوه يا سماح. مساء النور. كل سنة وأسك طيب. وانت طيبة يا بنتي. بعد إذنك يا أستاذ أبونا، أنا عايزة تتبطل. خير. أختي سلوى مريضة كانسر. ألف سلامة ليها. بس هي دلوقتي يا أستاذ أبونا هي سامعاك، بس نفسيتها تعبانة جدا وبتقولي خلاص أنا مش قادرة أتحمل وزهقت وتعبت، فعايزاك تكلمها كلمة يا أستاذ أبونا من فضلك. أتكلم حاضر. هي سامعاك. اسمها ايه؟ سلوى فخري. اسمها سلوى. وعبيد بنت خالتي ربنا يشفيها برضه، اعترضت بالصلاة. سلوى وعبيد، اقول لكم خلاص بقى. سلوى وعبير، اقول لكم ربنا يمد ايده ويلمس بالشفاء ويؤمر بالبركة. لكن ناخد بالنا يا سلوى يا عبير يا سماح يا كل احد، ان قبل ما نطلب شفاء الجسد لابد نطلب ايه؟ شفاء الروح. شفاء الروح، شفاء من الخطيه، لان الخطيه ده موت مش مرض. كنتم اموات بالذنوب والخطايا. عشان كده قبل ما اطلب شفاء الجسد اقول له رب اشفيني من الخطيه، توبني من الخطيه. امين يا سماح. امين يا ابويا. سامعني؟ معلش يا ابويا برضو. اسمعي. وعايزه اطلب طلب الصلاه لجوزها اسامه، بعيد عن ربنا، جوز اختي. انت هو كويس بس بعيد عن ربنا. وانت قريبه؟ انت عارفني يا استاذ ابويا، انا كل بتصل بيك كل اربع بقول لك انا الحمد لله عايشه حياه طوبه، برافو. وماليش الا ربنا وهو سند حبيبي. برافو برافو برافو، بارك الله فيك. ربنا يكون معك يا بنتي. امين. ايوه
معانا؟ مينا من القاهرة. أيوة يا مينا، أهلا يا مينا. وأنت طيب يا حبيبي. معلش يا أبونا، كنت عايز تدي صلاة لوالدتها عشان حرانة جدا. عندها إيه؟ عندها خصومة وتأكل في المفاصل، وعندها ضهرها فيها تدعيم. أنا بقالها سنتين أهو، بقالها سنتين بنلف على الدكاترة ومفيش حاجة بتحصل. ألف سلامة وربنا يمد إيده. معلش يا أبونا، عايز تدي صلاة تاني لأختي عشان كانت تعبانة نفسياً، والتعب أدى للشغل اللي جالك. أمين يا حبيبي. طيب وحياتكم مع المسيح يا مينا؟ صدقني يا أختي وأمي عايشين مع المسيح، أنا بس اللي بعيد شوية. الله، أنا بشكرك يا مينا. طب أنا أخبرت في كتير في حياتي ومساعدة وبطلت. بشرب سجاير ومبطلتهاش ومبطلتش أبطل. دلوقتي تبطل الخطية، لأن اللي بيكلمك واللي معاك هو المسيح شخصيا، والاتصال مش بأبونا مكاني ولا بالعالم، اللي هو صاحب الجلسة وصاحب الاجتماع هو رب المجد يسوع. المسيح قدامك يا مينا، المسيح شخصيا قدامك، كلمه تقول له ايه؟ يا رب سامحنا على اللي فات، وقبلني يا رب عندك، وابتدي معايا صفحة جديدة وطورني فيها، واديني ان انا اعيش كما حكى الانجيل المسيح. الله، المسيح فرحان بيك، ومن النهارده يا مينا حياة جديدة. امين يا ابونا. مفيش رجوع للخطية، مفيش رجوع لأي خطية. امين امين. تفضل. ايوه معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي. سلام ونعم يا بون. سلام. أنا عايز أشهد عن عمل الرب معانا، كان من يوم الأربع اللي عدى. أيوة. تعبان خالص، وكان زي ما تكون في روح شريرة. مين؟ فطلبناك وطلبنا رب المجد يسوع، وفعلا طلع منه. مين اللي كان تعبان؟ نعم. مين اللي كان تعبان؟ بقول لك مين اللي كان تعبان؟ اخويا. اخوك ماله؟ هو كان تعبان بقاله فترة ما كانش بينام. ايوه بتاعت الاجتماع القدس حضرتك. ايوه. اذا كان في روح شريرة فهي طلعت بالليل من يوم الاربعاء. وانتوا بتشوفوا الاجتماع؟ انا بحضر الاجتماع دايما وعايشه مع ربنا، وبركه صلواتك معنا دايما. امين. فطلبت ربنا ان هو يطلع من رخي شريرة او كده، وفعلا طلع بالليل. امين. يوم الجمعه كان تعبان خالص وراح البسخه، فبعد كده تعب يوم الجمعه خالص. يوم السبت ودي للدكتور، قال ده حاله نفسيه في عنده، وصلنا بدموع وطلبنا ربنا وطلبنا القديسين كلهم وقفوا معانا فعلا، وخد العلاج، وهو دلوقتي بيبي كويس. امين يا بنت. بس ولاده ومرته ان هم سابوه، فانا بس عايزه اطلب الصلاه من اجله ان هو ولاده يرجعوا له ومراته. بس هو طبعا رجع للمسيح وعرف المسيح من قريب. يعني ايه ولاده ومرته سابوه؟ يعني ايه؟ سبت يا ابونا، لان هو كان تعبان خالص وكان بيقول لها كلام مش كويس، وكان عايز يضربها يعني، فجوا اهلها اخذوها. ربنا يديهم سلام. لكن انا مبسوط منك يا بنتي انك عايشه مع المسيح. الحمد لله يا ابونا. ربنا يثبت اقدامك ويديك نعمه وبركه. اشهدي للمسيح وكلمي الناس عنه وتوبي، ما دام انت عايشه الحياه التوبه اسعي انك تتوبي غيرك. امين امين يا ابونا. يلا ربنا معاك. ايوه
معانا ابن الرب من عين شمس. ايوه ابو سابونا كل ابونا. نعم كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. اكيد قلب الصلاه لينا كل ابو سابونا. ليه؟ ابن الرب من عين شمس. ايه؟ ابن الرب من عين شمس. ايوه ما انا سمعت ابن الرب من عين شمس. لله كلها ابو سابونا. عايز تلبس صلاه ليه؟ بس قبل ما اقول العالم لازم اقول انا فين. انت فين؟ انا مع المسيح ابو سابونا. يعني عايش حياه توبه؟ الحمد لله نشكر ربنا. بركه بركه. طب عايزنا نقول ايه للمسيح؟ لا اتفضل. عايزنا نقول ايه للمسيح؟ أقول له إيه؟ أقول له محتاج لك. أيوة محتاج له قوي. ليه؟ عشان الخطايا اللي إحنا فيها. طب والخطايا اللي فيها إمتى؟ الخطايا بس ما فيش أي حاجة تغضب ربنا الحمد لله وتسابونا. إيه؟ ما هي خطية زي الثانية؟ لا الخطية الثانية مش عندنا الحمد لله وتسوونا. لا هو شوف واحدة من اثنين، يا فلان خاطي يا فلان خاطي يا تايب. لا احنا خطاه. الخاطي لابد يتوب دلوقتي. الخاطي لابد يتوب دلوقتي. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. الله الآن تأتي ساعة وهي الآن. الآن إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يبقى أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ كلم المسيح تقول له إيه؟ ايوه وطلب الصلاه لنفسي وخطيبها. لا خليك في التوبه دلوقتي. خليك في التوبه دلوقتي. حاضر. قول له توبه يا رب. ايوه يا رب سامحنا واغفر لنا ذنوبنا وكن معانا وابعد عنا المغضوب عنا عدو الخير. ايوه قول يا رب سامحني. يا رب سامحني سامحني أنا. سامحني يا رب أنا. آمين آمين. توبة من النهاردة. توبة من النهاردة وحياة جديدة من النهاردة. آمين آمين. تفضل معنا وجدي من حلوان. أيوة يا وجدي. ازيك يا أبي؟ الله يسلمك يا حبيبي. حضرتك بقى لي 4 سنين كل ما اشوف حد اتقدم واكتب حضرتك الحوار ما يتمش. ايوه حضرتك بعدين بس حضرتك مش عارف ايه حضرتك كل ما اروح لحد الحوار ما يتمش. عايز حضرتك منك صلاه بس مش عايز حاجه تاني من المسيح. مش عايز حاجة تاني من المسيح. بقول مش عايز حاجة تاني من مش عايز حاجة تاني من المسيح. لا حضرتك شكرا حضرتك. شكرا يا وجدي. استنى يا وجدي. ايوه معاك يا ابونا. انت بتصلي؟ بتقول ايه؟ بتروح الكنيسة؟ بروح الكنيسة
الكنيسة حضرتك وبتناول وبعتذر. بتعترف بتقول ايه؟ انت عايش حياة توبة يا وجدي؟ عايش حياة توبة؟ ايوه حضرتك. ايوه حضرتك يا سابونا. في خطايا؟ لا حضرتك ما فيش خطايا. لا حضرتك ما فيش خطايا حضرتك. ما بتكذبش؟ لا ساعات بكذب كتير حضرتك يعني يا سابونا. ساعات بكذب كتير. بتشتم؟ نادر حضرتك؟ بتشتم يعني؟ قلت له حضرتك بتشتم؟ لا حضرتك. يبقى تشتم تشتم وتكذب؟ ايوه حضرتك طبعا. وبتحلف؟ قلت له حضرتك بتحلف؟ الو؟ ايوه بحلف. يبقى بتكذب وبتشتم وبتحلف؟ يبقى فين التوبة؟ تتوب دلوقتي يا وجدي. ماشي طبعا. تتوب دلوقتي. ها؟ ايوه طبعا حضرتك. كلم المسيح اللي واقف قدامك، كلم المسيح اللي واقف قدامك. اتفضل. يا رب تبت عن الخطايا. ايوه. امين. الاتصال اتقطع. معانا سيفين من سوهاج. تفضل يا سيفين. سيفين يا سيفين. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. استاذنك يا ابونا تصلي من اجل ام الكانسر، خدت كيماوي واشعاع، ان ربنا يكمل لها شفاءها على خير. امين امين. ايه؟ امين يا حبيبي. عندها الكانسر يا ابونا وعملت عمليه وتاخد العلاج الكيماوي والاشعاع. ربنا يا ابونا ربنا يمد ايده يا ابني ويؤمر بالشفاء. ايه تاني يا سيفين؟ وصل لنا يا ابونا ان نتوب ونقدم توبه حقيقيه. ايوه كلم المسيح. سيبك من ابونا مكاري دلوقتي وخلي كلامك كله للمسيح اللي واقف قدامك. اتفضل اتكلم. اتفضل يا سيفين. ايوه يا ابونا معاك. كلم المسيح اتفضل. ربنا يساعدنا لتاني توب. الواحد مش قادر لوحده، عايز مساعدة من المسيح. لا كلمه مواجهة، مش تقول ربنا يعمل، لا يا رب اعمل كذا. اتفضل. يا رب يساعدنا ويدينا القوة من عنده لكي نتوب توبة حقيقية من قلبنا ونروح للمسيح في أحسن أوقات لينا على الأرض. ربنا معك يا حبيبي. تفضل. معانا هناء من امريكا. مرحبا ابونا، كيفك؟ كيف حالك؟ مرحبا. تكون بخير. ايوه يا بنتي تفضلي يا هناء. نعم ابونا، انا عندي خوف قلق، بخاف من كل شيء. اخاف ابونا من اكل اشياء مضاد، بيضرب يعني على وجع على دماغي مرات، يعني يصير عندي اشياء يعني كثير كثير بتعب فيهم. فارجو من الرب من يسوع ومن عندك ابونا ان تصلي لي وان تروح هذه الاشياء من حياتي، من جسمي، من كل شيء. يعني ابونا انا مره يعني حلمت حلم وفزيت ولقيت حالي تعبانة. ايوه نعم ابونا، يعني بس اريد من الرب ومن عندك ان تصلي لي تروح هذه الحالة مني ومن جسدي ومن جسمي.
بتعترف وتتناولي؟ نعم أبونا. بتعترف وتتناولي؟ نعم. بتعترفي؟ نعم. عايشة توبة؟ عايشة حياة توبة؟ عايشة حياة توبة؟ نعم. أنا يعني بصلي، بروح الكنيسة، صحيح. في خطايا؟ في خطايا؟ أنا إذا عندي أي خطيئة بتوب عنها من اليوم، من الآن. من الآن، برافو برافو برافو. برافو. قولي للمسيح، تقولي له إيه؟ مسيح؟ كلميه. نعم أبونا. كلم المسيح اللي واقف قدامك. نعم أبونا. كلم المسيح. نعم أنا بكلم المسيح الآن، وأنا أؤمن بالمسيح، وأنا سوف أؤمن الآن وكل حياتي. آمين آمين يا بنت. آمين آمين آمين. ربنا أبونا بس أريد يعني نعم أبونا بس أريد يعني حياتي تكون هادئة، يعني أريد أن الله يقوي إيماني، أريد مثلا يعني كل شيء أعمل في حياتي يكون بالإيمان، بالثقة، بالتوبة، بكل شيء يعني. آمين. نصلي أن ربنا يديك طلبتك ويزيد إيمانك ويثبت أقدامك في الطريق ويديك كل ما تتمني. ربنا معك. ايوه معانا معانا بنت الرب من سوهاج. ايوه تفضلي. ممكن اقرب رب يسوع المسيح؟ ايوه ربنا انا معاك. اتفضلي. انا عايز اكلم ربنا. الله. طب هو جنبك خلاص، كلمي معاه، خدي راحتك. سامحني على كل خطايا اللي عملتها، سامحني يا رب، وانا ما اشتغلش يا رب على عشان ما كنت اتعلمت علشاني. الله يا رب تسامحني، سامحني على كل خطيئة يا رب. ايوه يا رب. انا بقيت 5 سنين عايشة خالص من غير سبب يا رب، لو مش هتديني اديني صبر، كان عندي ايمان واثقة فيك يا رب. الله هتديني لسه عمال ما تديني تاني صبر. سامحني يا رب على كل خطيئة اللي عملتها. والرب سمع واستجاب، غفر لك كل خطاياك، ومن دلوقتي حياة جديدة. آمين آمين. ورب يستجيب طلبتك. نعم. أيوة معانا أم توماس من سوهاج. أيوة أيوة أيوة. سلام سلام يا بنتي. ايوه ام توماس. الو ام توماس، السكة اتقطعت. ايوه الو الو ايوه مين معايا؟ الو ايوه ابونا. أيوة ابونا. مين؟ انا ابونا من امريكا. انت مين؟ انا منى حنا سوريين من امريكا، من ناشفيل تينيسي. انت منى؟ ايوه يا ابونا. ايوه قبل الايادي يا ابونا. حماد صمويل بتقولي؟ انت حماد مين؟ ايوه
يا منى، السكة اتقطعت. ايوه، معانا بنت الرب من اسيوط. انا بنت الرب من اسيوط يا بون. ايوه بنت الرب، اتفضلي. عارف يا بون، بسميها البنت كانت تعبانه وعم بعتلك لك المعجزه بتاعتها. مالها؟ اشفيها يا بون، مالها؟ اشفيها يا بون وكملها شفاها، وتدي بنت يا رب ابوها ميت يا بون، اديها يا ولد الحلال يا رب يا جلبه، وتدي بنت الثانيه يا رب انا خوينا بنتها، وولد يا رب نشكر عليه وخوله بنات يا رب، ويسر على بناتي كلهم، ست بنات يا ايوه. انا ايه حكاية السكة دي؟ الشيطان هيجي علينا ليه النهاردة؟ ها؟ تليفون يقول الو ويقطع. مين معايا؟ الو؟ الو؟ كل التليفونات كده، شبكة تليفون يعني ولا شبكة ايه؟ معانا هاني من الأردن. ايوه يا هاني. ازيك يا ابون؟ ايوه يا هاني. كل سنة طيب يا ابون. ايوه. ألو. ايوه معاك يا هاني، اتفضل. هاني من الأردن. مين هي؟ منى أمريكا؟ مين معايا؟ مين؟ ايوه اتفضلي. انا بقول انا عايز اتكلم بربنا. انت ايه؟ شبكة هنا في مصر ولا في امريكا؟ اللي جاي من هنا بيقطع واللي جاي من هنا بيقطع. معانا عايدة من شبرا الخيمة. أيوة يا عايدة. أيوة. ايوه يا عايده، ازاي جثك يا ابويا؟ نشكر الله. انا بعيده عن ربنا بكتير قوي يا ابويا. الله، بعيده خالص، بعيده خالص. الصيام كله ما حضرتش التناول يا ابويا. اهو ده الكلام اللي يفرح قلب الرب. ولا حضرت التناول ابونا مكارم، ولا حضرت التناول ولا بتناول دلوقتي يا ابونا، وبعيده خالص عن ربنا. طيب لغايه كده كويس، بعد كده ربنا علشان زعلانة وكل زعل. طيب دلوقتي تقولي ايه ربنا؟ اقول له سامحني واغفر له وقبلني اليك. الله. حافظ عليا وعلى اولادي وعلى كنايسة وربواتك تلتها. وناوية دلوقتي يا ابويا علشان مرات ابني لها 6 سنين متجوزة يا ابويا، وتقعد اسبوع وتمشي، وفي مشاكل وانا عليها. خلينا في المهم، خليني كملي كلامك. حاضر يا ابويا. ناويه تعملي ايه المسيح من دلوقتي؟ اتوب هو معايا وساندني يا ابويا. قولي له هتعملي ايه؟ اقول له سامحني واغفر لي وقبلني اليك، وما تاخدنيش بخطايا يا الوحشه اللي عاملاها ولا ذنوبي. توبه من النهارده؟ توبه من النهارده يا رب. عن الماضي كله؟ عن الماضي كله. وحياة جديدة؟ وحياة جديدة. أمين؟ أمين. وربنا يتولى كل طلباتك اللي أنت عايزها. طب عايزة منك تلبس صلاة لمرات ابني.
حاضر، نصلي لمرات ابنك. امين. تفضل معنا. اماني من الغنايم. ايوه يا اماني. ايوه ايوه. الو. ايوه ايوه مع حضرتك. نعم. ازيك يا ابونا مكاري؟ اشكرك. اقبل الايادي. تفضلي. انا ليا طلبات يا ابونا صلاة. ايوه. بس يا ابونا انا ليا 6 سنين قبل ما تجانيش عيال. ايوه. وتعذبت كتير وكشفت كتير شعب الطبخ، وجوز عمل عملية الدوالة، فمحتاجة ان ربنا يتكلم على الحالة ان تجر بالدنيا. طب قبل ما نتكلم عن الخلفة يا أماني، لازم قبل ما نتكلم عن الخلفة لازم. أيوة يا بونا أنا عايزة توبة قبل ما أتكلم عن الخلفة. أيوة. محتاجة أخلي تكون حلوة، مش عايزة دي تكون حلوة. آمين. أنا عايزة توبة من الآن يا يسوع. توبة. أيوة. كلم. توبة يا رب. كلمي. وتوبه حلوه ومن النهارده حياه جديده. امين يا ابونا، بس تقول لي ربنا يديك وتبقى حياتك حلوه مع يسوع. امين، وربنا يفرح قلبك ويديك. امين يا ابويا. معايا اختي، معلش يا ابونا استحملني، معايا اختي في نفس البيت لدرجه تكمل سنه ومسكوت اخو زوجي برضه ربنا ما عطاش عيال. ربنا يفرح. ربنا يفرحكم يا بنتي. امين يا ربنا يفرح. أمين. امين. صلي يا ابونا. ومعايا اخويا ما معيش غيره. ايوه. عزام خبط توك توك وعمل حادثه وركب شرايحه ودبابيس، فصلي له. الف سلامه وربنا يشفيه. امين. امين. معانا مريم من عين شمس. مريم. ايوه. مساء النور. ايوه. نفسي في اول طلب بيه. الو. الو. ايوه. هيا بونا. اتفضلي انا سامع. هيا بونا. ايوه. انا نفسي في طلبين من يسوع. ايوه. نفسي في اول طلب، بنتي تعبانه خالص بتاخد حقن كل يوم. حقن ايه؟ خالص وما بتاكلش وتعبانه. حقن عشان ايه؟ عندها ميكروب في معدتها وبطنها. ايوه. والطلب التاني؟ تعبانه خالص ما بتاكلش وما بتشربش. والطلب التاني نفسي، جوزي مش متوفق في اي شغلانه. طلبين بس، مفيش حاجة تاني. إن ربنا يساعدني ويحافظ عليا ويسامحني. بس أنا نفسي أسأل سؤال. لا، قبل ما تسألي، قبل ما تسألي نكمل كلامنا. بتطلبي طلبين من المسيح. إنما في طلبت طلبين من المسيح. نعم. لابد يكون الطلب الأولاني التوبة والرجوع للمسيح. أنا بشكره على كل حاجة ادهاني، وبتوب لو أي حاجة عملتها يسامحنا عليها. أيوة. بس أنا بحس إن يسوع مش سامع. سامع وبيحبك وحيفرح قلبك. خلاص يا مريم. معانا بنت الرب من اسكندريه. ايوه. تفضلي. انا ليا 5 سنين رب. 5 سنين ايه؟ الو. السكة تقطعت.
لينتهرك الرب يا عدو الخير. معنا مرسيل من المنيا. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. عامله يا ابونا قبل ايادي. اهلا يا ستي. يا رب يخليك يا ابونا كل عام وانت بخير. وانت بخير. يا رب يخليك. انا عايز اشهد عن عمل المسيح يا ابونا في حياتنا كتير كتير يعني ما اقدرش ادبر. ايوه. اول حاجه ابني كان ليه 4 سنين وطلبت جثتك وصلينا وشفعنا بربنا وميتك وربنا اداله بعد 4 سنين. امين. الحمد لله يا ابونا. وعمل المسيح معايا ما اقدرش اقول لك على حكمته ومحبته واحسانه وخيره عليا. في ايده تاج راسي مطرح ما اطلع بره العتبه. وتاني حاجه يا ابونا انا عندي عمليه في عيني. فانا خايفه كل ما اكشف عن الدكتور اخاف اروح اعملها. السبرا ده كله يقول لي يلا مش انا، قلت له معايا لما اقعد قدام ابونا مكاري واصلي واغسل عيني بميه ابونا مكاري. بعد كده اللي يعمل ربنا يشوف. يا مية المسيح والمسيح يعمل معاك. ربنا كبير يا ابونا، بس انا شفع ببركتك وبركه المسيح. لكن انت عايشه مع المسيح. الحمد لله يا ابونا، ده سيدي وتاج راسي. برافو برافو. يا ابونا على احسانه وخيره عليا مش ما اقدر اقدر. امين امين. برافو 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 يا ابونا. يعني ما اقدرش اعبر عن حبه لنا ابدا ابدا ابدا. ربنا معاك ويبارك حياتك. ايوه. انا خايفه من العمليه دي يا ابونا، طلبوا مني تحاليل. لا ما تخافيش ما تخافيش، سيبي احمالك على المسيح. يلا سلام. سلام يا ابونا، ربنا معاك. شكرا يا ابونا. بنت الرب منين؟ بنت الرب من البحيرة. ألو؟ أيوة. بنت الرب من البحيرة. هيا أبونا قبل أيادي. تفضلي. كل عام وأنت بخير يا أبونا. وأنت طيبة يا بنتي. أبونا أنا عايزة أشهد عن عمل المسيح في حياتي. أيوة. دايما واقف معايا في حاجات كتير قوي، دايما سندنا كتير قوي يا رب سابونا. اشكره على كل حاجه عملها لي، دايما بيتدخل في حياتي بحاجات حلوه كتير 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 يا ابونا. نفسي يا رب سابونا اعيش مع المسيح. نفسي يا رب سابونا المسيح يملك على حياتي، يبقى هو كل حاجه، يبقى ربنا اساس حياتنا. نفسي اتسابونا ابليس يبعد عني بمحارباته. نفسي اتسابونا اني ابقى مع المسيح انا وبيتي واولادي وجوزي. نفسي ما بقاش بعيد عنه خالص. طب ناويه تعملي ايه من دلوقتي؟ نفسي عايزه اقول له يا رب مش عايزه ارجع لاي خطيه تاني. قولي لي. عايزه اقول يا رب يسوع املك على حياتي. ايوه. بارك بيتي، خلي يا اولادي صالحين ليك يا رب. انا يا رب عشمانه فيك، ما تكسفنيش. انا بناتي يبقوا حاجه في ايديك، بين ايديك يا رب يسوع المسيح. نفسي يا رب ما ارجعش لاي خطيه تاني. نفسي يا رب يسوع المسيح ابقى بنتك، بنت الملك. ابا يا رب يا رب خدني بين ايديك انا واولادي يا رب. الله الله. نفسي يا ابونا مكاي جوزي يتقرب من ربنا كتير كتير قوي. المسيح فرحان بيكي وبكلامك. يا رب يا ابونا مكاي انا نفسي ابقى بنت الملك، يعني مش عايزه اشبه نفسي للكبسين، ابقى حاجه بسيطه بس. انت بنته غالية علي. بنته غالية. اللي هي بتصلي عندك يا قدس ابونا. ايوه. خال جوزي بقاله 18 سنة ربنا ما رزقهوش بأطفال.
نفسي ربنا يديله، نفسي بجد ربنا يديله. امين نصلي انا حاضر. قعدت 4 سنين وبعد كده ربنا رزقني ببنوته، وبعد كده 4 سنين ربنا رزقني ببنوته، وانا فرحانه بيهم خالص خالص خالص، ونفسي باولاد الملك. واشكر المسيح على تدخله في حياتي. امين يا بنتي، امين امين، ربنا معك. معانا ماجدة من كندا. ايوه ماجدة. سلام يا جمنا. سلام. ايوه يا ماجدة. كل سنة طيب يا جمنا. وانت طيب. ايوه. كنت عايزة بالصلاة يا جمنا لوديك من مصر. صلاة عشان ايه؟ صلاة لوالدتي. لوالدتك مالها؟ اه هي في مصر يا ابونا. اطفي التلفزيون لو سمحت يا ماجدة. لا انا مش اطفي التلفزيون لو سمحت. انا مش شغالة التلفزيون خالص. اه سمعت يا ابونا، انا مش شغالة التلفزيون. طيب اتفضلي. مامتي عندها كانسر يا ابونا في البنكرياس، مطلوب منها عملية تاني ان هي تركز دعائها وكده، بس الدكاترة بيقولوا لها ان هي استحلى بالله. ربنا يمد ايده ويشفيها. ايه تاني يا ماجدة؟ بس يا ابونا احنا محتارين يا ابونا، احنا مثلا من بعد العملية ولا هي خطر يعني، عايزين ارشادك يا ابونا. خلاص احنا قلنا ربنا يمد ايده ويشفيها. ايه تاني؟ امين يا ابونا، بس يا ابونا كده. انت مش عايزه حاجه من المسيح؟ عايزه يا ابونا. عايزه ايه يا ماجده؟ عايزه يشكو ويمد على والدتي بنفس الشفاء. خلاص احنا سيبنا والدتك، سيبنا والدتك وقلنا ربنا يمد ايده ويشفيها. انت عايزه ايه من المسيح؟ عايزة سامحنا وخطايانا يا ابونا، كل خطايانا. بلاش خطايانا، قولي خطاياي. يسامحني على ايه؟ يا ماجدة. مش عايزة حاجة مني يا ابونا غير ايش والدتي بس. ايه ابونا معاك؟ احنا قلنا والدتك خلاص. لكن خليكي دلوقتي في حياتك الأبدية وخلاصك وتوبتك. انت عايشة حياة توبة؟ ها؟ اه يا ابونا الحمد لله، نشكر المسيح عشان الحمد لله. ربنا يكون معك يا مجد، ربنا معك. تفضلي. معانا هاني من سوهاج. ايوه يا هاني. ايوه يا ابونا، انا متجوز لي 3 شهور. مبروك. الله يبارك فيك يا ابونا. من ساعه ما اتجوزت يا ابونا في حاجه حاصله مع مراتي. في حاجه ايه؟ حاصله مع مراتي يا ابونا. ايه الحاجه دي؟ بتخاف، تعبانه، جسمها بيترعش مره بمره يا ابونا، بتكره نفسها وكرهت اهلي وكرهت اهلها، وتقول لي انا عاوز انتحر. ده اول حاجه. بعد كده يا ابونا انا جبت لها ناس وديتها لجثث كتير صليت لها، في ناس كتير قالت لي انها معمول لها عمل وما يشوش فيه الشقه. بس اعطوني ميه لجان وشربتها ميه لجان يا ابونا. ايوه. وشربتها ولقيت طعمها مر في بقها. ايوه. وديتها تروح الكنيسه يا ابونا وتصلي وتتناول، وصايمين كنا صيام من اوله. ايوه. كل حاجه قاعده زي ما هي، تروح اسبوع الحاجه دي وتحب الناس ترجع طبيعيه زي الاول، وبعد كده يا ابونا ترجع الحاجه اوحش من الاول. ايوه. اوقات جسمها بيتعصب، رجلها بتشد كده كانها مشلوله، وبالذات رجلها الشمال.
ناس كتير قالت ترش في عمل مرشوش في الشقه يوم العفشه. صدقني يا ابونا وانا حاولت اوصل لك واجي لك ما عرفتش. المسيح معاك. هي جنبك؟ نعم. هي جنبك؟ اي يا ابونا. سامعين انتوا الاثنين؟ اه سامعين يا ابونا. طب انت هاني وهي اسمها ايه؟ كريستين يا ابونا. هاني وكريستين اسمعوني. اتفضل يا ابونا. المسيح شخصيا في وسطيكم. انا قلت ايه؟ المسيح شخصيا. فين؟ وسطينا. قول يا كريستين. قول يا كريستين. قول يا مسيح. المسيح شخصيا وسطينا. هنقول له أنا يا ابونا. يا رب يا يسوع. يا رب يا يسوع سامحني. سامحني. واغفر كل خطاياي. واغفر كل خطاياي. واقبل توبتي. واقبل توبتي. واشفيني. واشفيني. امين. امين. وانت يا كريستين أأمر باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد كريستين بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رخية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا من دلوقتي عيشوا في سلام المسيح. معنا إيه؟ مس كلمة على بعضيها يعني. مسلال منين؟ مسلال من كندا. يا مسلال أهلا يا بوي. مسلال اسمك مسلال؟ أنا اسمي مسلال أبو عياش. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ اسمك ايه؟ الو؟ اسمي مسلال. ايوه اتفضل. اتفضل. نعم. كل سنه وانت طيب ابونا. وانت طيبه. اتفضلي. اتفضلي. انا منتظره 4 سنين عشان اكلمك. تكلمي المسيح معاكي على طول. تفضلي. هلو. ايوه تفضلي. انا عندي اخت هي اصغر مني وانا والاثنين فينا حجاب معمول في السودان. ايوه. ولينا 13 سنه في كندا يا ابونا. ايوه. حياتنا جسيم يعني. حياتنا ايه؟ احنا الميت احسن مننا بكثير. حياتنا ايه بتقولي؟ جحيم. حياتنا جحيم ليه؟ ليه يا مس؟ ليه؟ انا دايما تعبانه وعيانه. طب ازاي حياتك هتبقى جحيم والمسيح جنبك على طول؟ انا مش سامعاش كتير ابونا. دلوقتي ازاي حياتك هتبقى جحيم والمسيح جنبك على طول؟ سمعتيني؟ لا يا ابونا ما سمعتش. ما سمعتش. طب المسيح معاكي سمعاني؟ أكيد أكيد. أحيانا بحس إن ربنا معايا بس الظلم فيك كتير. وجنبك مش بيفرجك. جنبك مش بيفرجك. ها؟ ربنا يحميك يا أبونا بصلواتك. أنا دايما بقطع صلواتك عشان صلواتك تساعدنا. آمين.
ربنا يكون معك يا مسلم، ربنا معك. تفضل. معانا بنت الرب من اسيوط. سلام ونعمة يا ابونا. سلام يا بنت. وانت طيبة. طالبة طلب صلاة جوازي، تعرف على واحد يمكن 5 6 سنين ليك الدجل، جوزه اتغير 180 درجة، عامل لي مشاكل معاي ومع اهلي ومع اولادي ومع اهله، صلاة كتير ودعت ربنا كتير ان ربنا يبعد عني، يكفيني شره، يبعد عن جوزي. جوزي مش جايب مني اي كلام، كان واخد عقله واخد قلبه واخد كمان اللي في جيبه، وانا بقول مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه؟ هل انت ايوه، هل السكه سالكه بينك وبين المسيح؟ بقول يا ربنا ارحمني، سامحني واغفرني. أنا بسأل سؤال. بسأل سؤال. أيوة بنتفضل. السكة سالكة بينك وبين المسيح؟ أنا ما عنديش غير يا أبونا. يعني عايشة حياة توبة؟ أيوة عايشة. نفسي عايشة واستمر فيها. يبقى تعيشي من دلوقتي حياة توبة وبعد كده تصلي لجوزك. دلوقتي. دلوقتي تكلمي المسيح، كلمي المسيح وقدمي توبه. سامحني. ايوه. وانا نفسي اعيش حياة توبه للاخر. مش عارفه. ساعدني. من النهارده يا ربي، قولي له من النهارده يا ربي انا عايش. من النهارده يا رب انا طالبه منك انك تسامحني وتحسن عن الخطايا بتاعتي، وانا عايش حياة توبه معاك. امين. امين. وانت تصلي لجوزك واحنا هنصلي لجوزك، ربنا يحرره باسم يسوع المسيح. ما دام انت عايشه حياه توبه من دلوقتي، الرب هيقبل صلاتك وهيشوف دموعك من اجل جوزك وهيستجيب، وتلاقي جوزك يتحرر. امين. امين. ربنا معك. معانا عزة من المرج. ايوه عزت. ايوه فندم. ايوه اتفضل. ايوه عزت. نعم نعم يا عزت. نعم تفضل يا بيت صابون. مساء الخير. مساء النور. تفضل. مساء بيت صابون معايا. ايوه مساء النور. اتفضل. نقبل هذا قلت سبعه. نقبل يا حبيبي اتفضل. نقبل هذا قلت سبعه بس انت طيب. وانت طيب اتفضل. ايوه. هو انا قلت سبعه عاوزك تصلي من اجل زوجتي تعبان عندها مرض روماتويد. الف سلام. وتصلي من اجل امي عشان هي مريضه من 88، واولاد جرجس وكرولوس ورندا وكارولين. ايوه. ايوه كنت سامعها مع حضرتك. انا سامع. سامع يا عيسى. وانا عاوز انا عاوز من عاوز من رب المجد يسوع طلب. ايوه. ايه الطلب؟ متى صليت وبطلبه ملكوت الله وبره. ايوه. فانا طالب ملكوته وبره وهو كمل الباقي. الله. امين يا حبيبي. امين. بس بتسبونا كل اللي عاوزه، هو عاوز عارف العيان والعطشان والجعان يكمل. الله. كلام حلو، كلام حلو. صوت حلو، صوت قدسك هو الحلو يا ابانا. الله. المسيح مبسوط منك يا عزة. مذكور. وانا عاوز رب المجد يبقى مبسوط منك على طول تحت اقدامك. برافو برافو. قول له يا رب. على السلم، على السلم في التوبه يا ابانا.
وادعي لي ربنا جون وننمو اكثر واكثر. امين. قول له رب من النهارده حياه جديده. امين. قول له من النهارده حياه جديده. من الان حياه جديده يا قدس ابانا، وكل يوم حياه جديده. وما فيش رجوع لخطيه. ابدا ان شاء الله ما فيش رجوع لورا ابدا يا قدس ابانا، الدم المصلوب على الصليب. في اسم يسوع. برافو يا عزت. المسيح فرحان بيك. بارك صلواتك يا ابان. سلام يا حبيبي. معانا بنت الرب من سوهاج. ايوه. ازيك استاذ يا ابو؟ ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. ربنا يخليك. انا بس طالبه طلبات صلاه. ايوه. من قصتك يا ابونا. نشكر الله. الحمد لله. نفسي اسمع من قصتك صلاة ربنا المجد يسوع المسيح، يتكلم على لسان قدسك وتقول ربنا يديكي يا فرعان يا بنتي، عوض عشان ليها 15 سنة ما خلفتش. ربنا يديكي ويفرح قلبك. ايه تاني؟ فرعان يا بنتي. ايوه خلاص طلبنا. طيب ماشي يا بولا. طب وبنتي التانية عايزة ربنا يبعت لها ابن الحلال يكون عريس، يعني يكون كويس وابن ربنا. وبنتك التانية يبعت لها عريس كويس وابن ربنا. امين يا رب. ايه تاني؟ ويبارك بناتي وجوازهم وعيالهم. ويبارك بناتك وجوازهم وعيالهم. ويبقوا اولاد ربنا وبنات ربنا. ويعني ايه يبقوا اولاد ربنا وبنات ربنا؟ يعني دعم يبقوا مستقيمين ويبقوا ابن المسيح ويبقوا خدام وخادمات لربنا. الله. هم وعيالهم. طب نقف عند الحته دي، انت فين من المسيح؟ انا بتمنى اعيش للمسيح على طول يا ابونا. لا بتتمنى لغايه امتى؟ انا على طول صدقني يا ابونا بقول له وبصلي. بتقولي؟ بقول له يا رب سامحني. وبلتوبتي وبينكم بنتي ليك يا رب، وعيش ليك انت وحدك على طول. الله الله. برافو برافو. انا وجوزي وعيالي. انتك وجوزك وعيالي. وابني ومراته كده وعياله، هدي سرهم يا رب على طول. امين. لان في مشاحنات كثير يا ابونا. امين. ربنا يديكم نعمه وبركه وسلام. تفضل. سعيد يا ابونا. ايوه. معانا بنت الرب من اسيوط. تفضلي. ايوه يا ماما. انا كنت جمعة صليلي ان ربنا يحفظنا ورب معاه في السماء. لما تكلميه كلميه دلوقتي، كلميه دلوقتي تقولي له ايه؟ اقول يا رب حوطني واحفظني واستر عليا، خليني معاك على طول، واحفظني من كل شر. امين. وطالبه منك ابونا تصلي لي ان ربنا يبعد عن الاسراب لانهم عايزين ياخدوا مني البيت. امين يا بنت، ربنا يوقف جنبك. امين. ايوه. هبه. معنا رضا من المنيا. ازيك يا أستاذ أبونا؟ أيوة يا رضا. ازيك يا أستاذ أبونا عامل إيه؟ الله يخليك. أنا كنت كلمت أستاذك من الأربع اللي قبل اللي فات ده يا أبونا، وكلمتك على المنظار. أيوة. رحت عملت أوتسك وطلع كويس وما فيهوش أي حاجة، شوية التهابات بسيطة كده في القولون. ألف بركة. ورجعت شغلي وتمام التمام في الكنيسة دلوقتي، بس أنا طالب صلاة خاصة يا أبونا لإخواتي والبيتي، وان ربنا يرجعهم كده للمسيح ويكونوا كويسين ونبقى، وانا برضو ما يرجعليش اي تعب. طب وانت، انت راجع للمسيح ولا لسه ما رجعتش؟ انا راجع للمسيح وفرحان بالمسيح، وحسيت ان المسيح اشتغل معايا. الله. اشتغل معايا جدا جدا جدا. انا مش قادر اكفي اللي هو عمله معايا. امين يا ابني. امين. ربنا يخليك يا ابونا، بس محتاجين صلاتك عشان انت يعني
بس صراحة يعني قديس مش هنقول غير كده. يلا يلا اتفضل. حاضر. ربنا يخليك. سلام سلام. معنا سامح من المنيا. ايوه سامح. الو. نعم. ابونا معايا؟ ايوه. ايوه عايز استفسر، عايز تشرب الصلاة يا ابونا. عشان؟ عايز تشرب الصلاة. عشان ايه؟ عشان خاطر كنت متجوز ولد من ولد ثاني اثنين زي بعضهم. الاثنين راكبهم شياطين وتعبين لجاهم. الاثنين راكبهم شياطين؟ ايوه راكبهم بنتي وجوزي. بنتك وجوزها راكبهم شياطين؟ ايوه تعبين لجاهم يا ابوي. ازاي؟ تعبين اهو وصوت تاني المواقف بعيد عن ربنا وعن ربنا. انت كنت بعيد عن ربنا؟ تعبيني يا ايوه تعبينك في ايه؟ الو يا سامح. ايوه عايز ايه دلوقتي؟ عايز حاجة من المسيح؟ مالوش نفس يتكلم. معانا مريم من المنيا. يا مريم. أنا. ايوه انا اسمي مريم من المنيا. ايوه يا مريم. يا ابونا عايزك تصلي لي، تعبانه نفسيا. ليه؟ بعد عن ربنا. ليه؟ مش عارف يا ابونا بيشيل خانق على طول، وعلى طول بتخانق مع جوزي، عايز اجرب من ربنا، وكل ما اجرب من ربنا الاقي حاجه بتبعدني عنه. لا دلوقتي ربنا واقف قدامك شخصيا، كلميه وخدي منه عهد ترمي عليه. تقولي له ايه؟ اقول يا رب سامحني واغفر خطايا يا رب، انا ما استحقش يا رب اكون بنتك، اقف معايا انا وجوزي يا رب، وابعد عننا المشاكل، وابعد عننا اي حد يعمل في حاجه وحشه يا رب. صلي لي يا ابونا مكاني ان يحافظ على جوزي في الغربه ويرزقه ويتحنن علي يا ابونا. خلاص توبه من النهارده؟ توبه يا ابونا من النهارده. فيش رجوع لاي خطيه؟ امين 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 يا ابونا. قولي له يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع، انا سلمتك حياتي النهارده، ما تسمحش اني ارجع لخطيه تاني، ما تسمحش يا رب اسمح لخطيه تاني يا رب. اقضي باقي العمر معاك، اقضي باقي العمر معاك يا رب، واكون معاك في السماء، واكون معاك في السماء. امين امين. يلا ربنا معاك. معانا بنت الرب من امريكا. ايوه الو. ايوه تفضلي. انا بنت رب من امريكا. ايوه عندي كلب الصلاه. عشان انا ابونا من 15 يوم ابني الصغير اتشخص ان هو عنده السكر، وانا قابلت الموضوع من ايد الرب وصليت، مالي علاقه بالرب قويه، بصلي كل يوم، بس الرب وعدني ان هو يشفيه وان هو يديني معجزه حقيقيه. طلب من حضرتك تصلي لي انه امين ايمان يفضل قوي لحد ما ربنا يديني المعجزه دي. انت عايشه مع المسيح؟ نعم. علاقتك ايه بالمسيح؟ علاقتي كويسه جدا بالرب. انا سلمت حياتي للمسيح من وانا صغيره جدا، وعايشه للرب من وقتها، وبخدم ومدارس احد، بخد خلوتي كل يوم.
الله، برافو يا بنتي، برافو. يبقى ربنا سمح بالتجربة دي، ودي التجارب دي للقديسين يا بنتي، التجارب اللي ما فيهاش شر ولا خطية، دي تجارب للقديسين، خصوصا المرض. يعني زي معلمنا بولس مثلا كان تعبان، كان عنده حاجة، بيقول طلبت من الرب 3 مرات، فربنا قال لي تكفيك نعمتي لأني قوتي في الضعف تكمل. بيقول أعطيت شوكة في الجسد لئلا أرتفع من فرط الإعلانات. يعني ربنا سمح لي بالشوكة دي عشان أنا مغترش وأتنفخ عشان الإعلانات والعمل الكبير اللي ربنا بيستخدمني فيه. فالتجربة دي بتاعت ابنك دي تجربة للقديسين، أنت اشكر ربنا عليها، قولي لرب اشفي ابني، اشفي ابني، بس عيشي بلسان شاكر، اشكري على الدوام. امين. بشكر ربنا كل يوم وبقول له بشكرك عشان ريحتني ان انا احس بالالم ده واعرف قد ايه انت بتعزيني وقت الالم. بس انا طول الوقت بصلي لابني بالشكا وبحط دايما بصوته ان هو هيعمل معجزه حقيقيه ويشفيها، رغم كل التحاليل والحاجات اللي بتقول عكس كده، كل وقت صوته جوه قلبي ان هو يقدر يعمل كده ويقدر يشفي. كل يوم بذاكر معجزه من معجزات الرب يسوع، والاقيه بيكلمني ان هو ليه السلطان وان هو يقدر يمد ايده في الحال ويشفي المرض ده. ما يمنعش انك تصلي، ما يمنعش، ربنا معاك ويبارك حياتك ويشفي ابنك ويفرح قلبك. ايوه، مين معايا؟ معانا بنت الرب من المنيا. ايوه، خير يا ابونا، مساء النور. كل سنه بس خير يا ابونا. وانت طيبه؟ عندي كلب صار يا ابونا. خير. سلم من أجل أبو كراس. من أجل إيه؟ أبو كراس. أبو كراس؟ مين أبو كراس؟ أخو جوزي، فسلم من شغلي يا أبونا، سلم من أجل نجاح تاني. أخو جوزك؟ ماله؟ فسلم من شغلي يا أبونا، سلم من أجل نجاح تاني. عمل إيه؟ فسلم من شغلي يا أبونا. ربنا يكون معك ويرجعه يا بنتي. ايه ثاني؟ ها؟ بس مش عايزة حاجة ثاني؟ ألو؟ مش عايزة حاجة ثاني من المسيح؟ وعايزة تنزل صلاة ثانية يا أبونا. ها؟ صلي من أجل خير ربنا يبارك فيك. طيب أخوك، وإيه ثاني؟ وأنا مع المسيح على طول يا أبونا. أنت مع المسيح؟ ما فيش خطايا؟ لا يا ابونا. عايشة حياة توبة؟ عايشة حياة توبة يا ابونا. برافو برافو برافو، ربنا يكون معاك. ربنا معاك يا بنتي ويثبت أقدامك. أمين. أيه، معنا بنت الرب من سوهاج. أيوه. هلو. نعم. هلو. ازيك يا ابونا؟ أهلا يا بنتي. وانت طيبة؟ انا عايزة اصلي بالصلاة يا ابوني عشان يطبني المسيح، يطهرني، يطهر جسمي كله من كل خطية. الله، برافو. ايوه. الو، وانت يا ابوني سامعين؟ وعايزة منك كلمة يا ابوني، اطمني اخويا معاه ورقه متعسر والناس عايزه ترميه في السجن ومعاه بنات، وبلد تشيله بلد تحط فيه ابونا، واحنا تعبنا من المشوار دي. عايزه طلب الصلاه منك يا ابونا. امين. المسيح خلص لورق. امين، ربنا يقف جنبه. عايز اسمعها منك يا ابونا، المسيح يخلص لورق ولا لا يا ابونا؟ امين في اسم يسوع. امين. امين. انما خليني في الطلبه الاولانيه اللي قلتيها، انت بينك وبين المسيح كلام عجبني. انا كنت خاطئة
ولا تدرى لي حاجة في جسمي، أحمد ربنا وأقول يا رب اغسلني من كل خطية في جسمي. وعيش حياة توبة. الحمد لله يا أبوي، أشكر المسيح، بس عايز عيالي تربوا أكتر وأكتر منه يا أبوي. آمين آمين. وعايز دوسي برضه يا أبوي. آمين. صلي رزق عيالي يا ابوي، رزقهم ضيق مع ابوك. صلي وكلهم حييجوا بسبب صلواتك. امين. ربنا معك. معنا سامي من كندا. ايوه يا سامي. نعم ابونا. قام المسيح، قام المسيح حقا قام. ايوه يا سامي. ايوه قبل عيادي يا ابونا. نعم أبونا. أنا اسمي سامي بن علي بن الرب من كندا. أخبرك عندي صديقي اسمه عوديش مصاب بكورونا على انفاس الأخيرة. بدي صلاة له عوديش. نصلي ربنا يمد إيده ويشفيه. إيه ثاني؟ أيوة. واخيرا قالوا لي دكاترة عندك شلل الرعاش. ربنا يشفيك. ايه ثاني؟ الله يخليك يا ابونا. وبدي صلاة لمرتي زوجتي الله يمد ايده عليها، قلبها يدق سريع مرات من تنام قلبها يعني يوجعها يا ابونا. امين 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 يا ابونا. والله ينطيك الصحه والعافيه لنا يا ابونا، وربنا يطول بعمرك يا ابونا. بس ما قلتش انت عايش ازاي مع المسيح. انا عايش حياه توبه يا ابونا مع ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح. الله. انا وبيتي. الله. عايش حياه توبه. برافو برافو يا سامح. سامي. نعم يا ابونا، ملناش غير المسيح يا ابونا. هو مات من اجلنا على الصليب، يعني بدانا في حياته يا ابونا. ايوه برافو برافو برافو. يعني ما نستاهلش، هو رب الكون اجى ومات من اجلنا. فاذا اكو خطيه يعني اتوب على يد المسيح. انا مبسوط منك خالص، وعايز اقول لك ان المسيح مبسوط منك خالص. ربنا معاك يا سامي. ربنا معاكم. الوقت لغايه قد ايه الوقت؟ ها بنت الرب من اسيوط. ايوه نعم. مش انت طيب يا ابونا؟ وانت طيب. عايزه تبصر منك يا ابونا. اشكرك يا ابونا. المسيح شفى بيتي يا بيتي. كان عندي انا ديت المخ وربنا شفاها يا ابونا. احكي لنا حصل ايه؟ احكي لنا حصل ايه؟ الحمد لله لسه ربنا، بس بدي حاجه تستنى بس يا ابونا. احكي ايه؟ احكي المعجزه. المعجزه يا ابونا، كان عندي انا زيف في المخ يا ابونا. وبعدين؟ وعندها جلسه في رجلها، وكانت حارس جراحها ولا رجلها. وقعدنا نصلي الاجتماع يوم جمعه، وكنا بعد الرفاع بتاع ايام الرشد في ايام العذراء. ايوه. وقعدنا نصلي، وبعد كده يا رب اشفيني يا رب اشفيني. بنت اتكلمت يا ابونا وربنا شفاها يا ابونا. امين امين. امين يا ابونا. عايزه تطلب منك صلاه يا ابونا. احنا هم شفت بنات يا ابونا، والله تسليهم يا ابونا على اخوهم يا ابونا. يخافوا بنات ويديهم يا ابونا. وبنتي الثانيه يا خويا بنتها. امين يا ابونا. بس بنتي يا ابونا ميت يا ابونا، اديها يا رب. حاضر. وانا شفيني يا ابونا، جوزي مات وقدمت وانا عيان يا ابونا. والله عندي السكر، جاب السكر والقلب والضغط يا ابونا. ونفسي ولد ربنا يخوي له بنات يا ابونا مع بنتين يا ابونا. نفسي بنتي يخوي بنات يا ابونا. انت معايا يا ابونا. انت اتكلمت من شويه. طول
بقول لك ايه، بقول لك ايه، صلي يا ابونا ربنا يديه ويجري تريتي ابوها ميت يا ابونا يسترها ربنا بالحلال يا ابونا يا رب. طيب ربنا معك يا بنت، ربنا معك. معانا منى من امريكا. ايوه يا منى. الو، انا منى بنتك يا منى من امريكا، اكوب الايادي يا منى. اهلا يا منى. انا منى انا سويين يا منى، انت عملت معايا معجزات كتير يا بانا. المسيح اللي بيعمل حصل ايه؟ قلت ابونا. ايوه خير. ان انا عندي اخويا سيدي يا ابونا بيتعذب بقاله 10 سنين ودخلت في حادثة شر. ماله؟ وبيقول انا هموتكم كلكم، ومسك اخوه يمينه خادم على المسبح ضربه وكان هيعمره، وماما طلعت حافيه تصوت في الشارع، وانا بنت معلم كنيسه من طنطا، بابا خدم على المذبح 23 سنة، وابن الشر يقول ينفع علي يا ابونا ويقول انا كجيب سمن وقهوة وسجاير، وانا هموتكم واحد زي ماما تاخد فيه يا ابونا. هو جنبك اخوكي؟ لا انا في امريكا. وهو فين؟ هو في مصر يا ابونا. في مصر. خليهم يتصلوا بينا. طيب طب خليني اسالك يا منى، يا منى انت عايشة مع المسيح يا منى؟ لما الأنبا يؤلف في الغربية وكان بيحبه جدا، وأنا أنا بنت أنا نقية يا أبونا. عايشة حياة توبة يعني؟ أيوة يا أبونا. أيوة أنا نفسي شغالة في فندق بقالي 10 سنين. ربنا معاك يا منى ويستجيب كل طلباتك، وإحنا هنصلي والرب سمع ويؤمر بالبركة. أيوة. لا ما سبتهاش ليه تكمل؟ أمي يا أبونا هيني. أنا حبة الموت يا أبونا ما كده. هنصلي يا أبونا. حاضر. هنصلي. صلي لي يا أبونا. حاضر. أسوي يا أبونا معايا الرخصة. حاضر يا بنت. ربنا يدبر كل أمورك ويستجيب كل طلباتك. سلام يا منى. صلي يا منى. ربنا معك يا منى. باي باي. باي. بنشكرك من كل القلب. لأنك أمرت بالبركات وصنعت بنا معجزات. طيبت خواطر كتير. وفرحت قلوب، شفيت مرضى، حررت من القيود كثيرين. كرامة ومجد ليك، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. شرفت جلستنا، علمتنا، فرحتنا، طيبت خواطرنا وعزتنا، صنعت بينا مفتخرا كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الشكر والحمد ليه، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس
من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو وأمس وإلى الأبد. وأنت حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، أي إنسان هيصدق ويؤمن إن اسم يسوع المسيح هيخرج الشيطان منه، هيتحرر فورا، لأن السلطان في اسم يسوع. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب، آتي وأنحني قدام الغالي، آتي وأنحني قدام الغالي، أنا الفاخر سواء